من المهم جدا لمرضى السكري من النوع الأول تجنب فرط السكر في الدم، وهذا يحدث عند ارتفاع معدلات سكر الدم. أما نقص السكر في الدم فيحدث عند انخفاض معدلات سكر الدم، ويجب تجنب التعرض لأي منهما لأن عوارضهما مؤذية للصحة. حفاظك على أسلوب حياة صحية ونشيطة يساعدك على التحكم بمعدلات سكر دمك ويجنبك المشاكل الصحية على المدى الطويل، كما أن ارتداء أجهزة تعقب لمراقبة نشاطاتك اليومية فكرة جيدة. يمكنك أيضاً التحكم بمعدل سكر الدم لديك عبر اتباع حمية غذائية صحية، تناول مأكولات صحية ومتنوعة في أوقات وكميات منتظمة. حياتي يساعدك على إدارة حياتك مع داء السكري بثقة واطمئنان أكبر. حمل حياتي اليوم.